فيلم حبيبي دائما، المرة الوحيدة اللي أصر فيها نور الشريف على فرض زوجته بوسي في فيلم معاه كانت في فيلم حبيبي دائما، وكان المخرج حسين كمال رافض بوسي تماما لعدم اقتناعه بيها في الدور، وكان مرشح الفنانة ميرفت أمين، لكن نور الشريف حاول يقنعه بنورة، فاشترط عليه المخرج إنه يعمل لها تيست قبل التصوير، وفعلا بقى الدور من نصيبها، خصوصا إن الفيلم من إنتاج نور الشريف ونورة وبوسي، وبقى الدور والفيلم من أهم الأفلام في حياة بوسي.